السلام عليكم. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن العالم العربي الكبير ابن خلدون، لنشاهد معا قول هذا المحقق العربي الكبير، وهو من أهل العلم والاختصاص، ثم نعود. نحن أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ندرك أن الكتب الأساسية التي نستعملها اليوم أصلها من تحقيقات المستشرقين. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أذكر أمثلة على ذلك فقط. أذكر في كتب التاريخ مثلا الكتب الرئيسة التي نعتمد جميعا نحن عليها اليوم، ابتداء من تاريخ محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم أو تاريخ الرسل والملوك، وكتاب اليعقوبي، وكتاب المسعودي مروج الذهب، وكتاب مسكوي تجارب الأمم، وكتاب ابن الجوزي المنتظم، وكتاب الكامل لابن الأثير، وكتاب أبي الفداء، والكتب الأخرى الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كلها كانت من تحقيقات المستشرقين. وإنما قام العرب فيما بعد بإعادة طباعتها ووضعوا أسماءهم عليها. لذلك أقول يجب أن لا يتعصب المسلم اليوم أو العربي اليوم لرأي ما معين ضد رأي آخر، أو لزعيم ما ضد زعيم آخر، أو لطائفة أو لمذهب أو لرئيس أو لأي إنسان أو لأي عالم إسلامي ضد علماء آخرين. لماذا؟ لأنه chances are هذه الكتب محرفة وهذا الرأي محرف. يوجد 70 إلى 80% من الاحتمال أن هذا الكلام أو الرأي محرف. لذلك يجب على كل عربي ومسلم اليوم أن لا يتعصبوا لفلان، أو يبدأوا بطعن بعض الصحابة الكرام، أو يطعنوا بالعلماء أصحاب المذاهب إلى آخره. لا تتعصبوا. النصيحة أنكم قبل أن تتعصبوا لهذا الرأي تأكدوا منه في المخطوطات الأصلية، ابحثوا عن المخطوطات الأصلية. كما رأينا أصبح الآن معروف لدى علماء الغرب حتى في أوروبا، فهم يعترفون الآن أن أوروبا قد سرقت الحضارة العربية والعلوم العربية، ونسبت كل تلك العلوم زورا وبهتانا لأوروبا. وذلك هذا حصل من زمن بعيد، وبالتحديد منذ أن سقطت توليدو طليطلة، وذلك سنة 1085. الآن لنتكلم عن ابن خلدون. لا شك ولا ريب بأن ابن خلدون طبعا هو عربي قح، والذي يقول أنه غير عربي فهو كذاب، أفاك، دجال، لئيم، حسود، حقود، معاند وجاهل كبير. لماذا؟ لأن ابن خلدون في كتبه بنفسه، هو ابن خلدون في كتابه التعريف وكذلك كتاب المقدمة، هو يقول عن نفسه، ابن خلدون يقول أنا عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن الحسن ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي. هو يقول الحضرمي، أي من حضرموت، حضره الموت، فأصبح هذا اسم رجل حضره الموت في تلك المنطقة في اليمن. هو يقول الحضرمي اليمني. كذلك يقول ابن خلدون وجدي خالد ابن عثمان ابن الخطاب ابن كريب، الذي يعود أحد أجداده إلى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وائل ابن حجر الكندي اليمني
العربي. وخالد هذا هو الذي لقب بخلدون الإشبيلي الأصل، ويقول ابن خلدون: وأنا أبو زيد ولي الدين المالكي. هو يقول هو اسمه ولي الدين أبو زيد ابن خلدون على مذهب الإمام الكبير مالك، فهو مالكي المذهب. ومن هو وائل ابن حجر الكندي الحضرمي؟ وائل هو من أبناء ملوك اليمن، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي، سافر هاجر من اليمن إلى مكة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا وائل ابن حجر سيد الأقيال، أقيال أي الملوك، جاءكم طائعا غير مكره حبا لله ولرسوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك يا وائل وفي ولدك وفي ولد ولدك. فجاء حفيده ابن خلدون. وكما نرى في هذا الكتاب الذي كتبه ابن خلدون بنفسه التعريف بابن خلدون في صفحة واحد، يقول فيه في هذا الكتاب ابن خلدون: ونسبنا في حضر موت من عرب اليمن إلى وائل ابن حجر من أقيال العرب. خلاص، هنا خلاص، هذا كلام ابن خلدون. كذلك في كتابه العبر، كتاب آخر العبر، هنا كتاب ابن خلدون، كذلك يقول ابن خلدون، هو ابن خلدون كما قلت أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي، ابن خلدون الحضرمي أي من حضرموت في اليمن. كذلك ابن حجر يتكلم عن ابن خلدون، ترجمة ابن خلدون كتاب ابن حجر العسقلاني هنا. وكذلك يقول الحضرمي ابن خلدون الحضرمي اليمني الأصل، ابن خلدون الحضرمي اليمني الأصل. فهذا نسب ابن خلدون.